استضافت البلاد اليوم الاجتماع التاسع لكبار الدول المانحة بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقي الأمم المتحدة وممثلي دول الجوار السوري. نائب وزير الخارجية السفير خالد سليمان الجرالله شدد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على ضرورة مضاعفة مسؤوليات المجتمع الدولي والدول المعنية لإيجاد حل سريع للصراع السوري بعد أن قدرت أعداد من هم بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية بما يزيد على 10 ملايين نازح. بهدف مواصلة بحث آخر مستجدات الوفاء بالتعهدات ودراسة الاستراتيجيات الخاصة بدعم اللاجئين في سوريا وخارجها للأعوام المقبلة، التقى ممثلو الدول المانحة في الكويت في الاجتماع التنسيقي التاسع لدعم الوضع الإنساني. عندما بدأنا باجتماعات كبار المانحين كل تقريبا ربع سنة أو كل 3 شهور أدت إلى نجاح هذا الأمر. لأول مرة يصير في تاريخ الأمم المتحدة أن تكون نسبة التعهدات فوق 90%، بل وصلت 100% من الدول، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هناك فعلا متابعة للتعهدات والوفاء بالتعهدات. الكلمات الافتتاحية أشادت بدعم دولة الكويت السخي للنازحين وإيفائها بكامل تعهداتها المالية التي قدمتها في المؤتمرات المانحة السابقة، وتأكيدات بعقد مؤتمر خامس للمانحين يتم التحضير له. من منطلق حرص دولة الكويت على استمرار تدفق دعمها الإنساني لأبناء الشعب السوري الشقيق والإبقاء بما تعهدت به من خلال المؤتمر الرابع لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا والإقليم المجاور، أود الإشارة إلى أن دولة الكويت قد سددت كامل التزاماتها في عام 2016 عبر المنظمات الدولية المعنية العاملة، وجاري تسديد حصة دولة الكويت لعام 2017. الاجتماع اليوم حقيقة اجتماع مهم ويعتبر من الاجتماعات حقيقة المميزة اللي تتابع تنفيذ تعهدات الدول التي قامت بها الدول في المؤتمرات السابقة الأول والثاني والثالث وكذلك الرابع، ونحن نتطلع حقيقة كذلك إلى عقد المؤتمر الخامس، ونتمنى لهذا الاجتماع إن شاء الله تعالى النجاح والتوفيق من خلال حقيقة الحوارات التي ستتم من الدول المانحة وكذلك منظمات الأمم المتحدة. أمام وضع إنساني يسوء يوما بعد يوم مع آلاف لا بل مئات الآلاف من الضحايا، تجمع الكويت ممثلي كبار الدول المانحة تأكيدا على دورها الإنساني الرائد، والأمال معقودة على الخروج بالتوصيات المرجوة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن في الاستديو الأستاذ سعيد الحرسي، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدول مجلس التعاون الخليجي. مساء الخير أستاذ سعيد حرسي. بداية، اليوم البلاد استضافت الاجتماع التاسع لكبار الدول المانحة، ترى ما هي أهم المواضيع التي تمت مناقشتها من خلال هذا الاجتماع؟ مساء النور، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة وإتاحة الفرصة لنا أيضا لقاء وكوننا هنا اليوم. اللي صار اليوم كان اجتماع مهم جدا. المحاور اللي تم مناقشتها هي سبل حشد موارد إضافية للاستجابة للأزمة السورية، وأيضا تم مناقشة الوضع الإنساني الكارثي في سوريا، وأيضا الآخر التطورات في المجال الإنساني وفي العملية الإغاثية الإنسانية اللي تحدث في سوريا والدول الجوار. نعم. هذه 3 محاور المهمة. نعم. طيب أستاذ سعيد حرسي، ما أهمية هذا الاجتماع في وقت وصل فيه الوضع الإنساني جدا مأساوي في سوريا، خاصة لو أخذنا بعين الاعتبار الأرقام التي ذكرها سعادة السفير نائب وزير الخارجية، ذكرها بأن أعداد جدا مخيفة والأعداد جدا مهولة. باعتقادك هل هذا الاجتماع سوف يساهم ولو بشيء بسيط لرفع هذه المعاناة باعتقادك؟ الأرقام مفجعة بالنسبة للأزمة السورية، وأيضا أرقام هائلة، وهذه الأرقام تعطي فكرة عن حجم المعاناة للشعب السوري سواء في الداخل السوري أو اللاجئين
المواطنين العايشين في دول الجوار. اجتماع اليوم طبعا الهدف منه ايضا مساعدة رفع المعاناة عن الاخوان السوريين وفي سبيل حشد الموارد. وطبعا النتائج المرتقبة من هذه الاجتماعات الدورية اللي تحدث في الكويت، هذا التاسع اجتماع يحدث في الكويت، أنه طبعا جميع التعهدات من الدول المانحة الكبيرة سواء المادية والعينية وأيضا المؤسسات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في سوريا أنها تؤدي الغرض المرجو منها. السنة الماضية تم طبعا بعد مؤتمر المانحين الكبار اللي تم في لندن، تم حتى الآن حشد موارد تبلغ فوق 60% من التعهدات التي قدمتها الدول. هذا طبعا آلية الاجتماع الدوري هذا الذي يحدث في الكويت وتستضيفه الكويت له أيضا دور مباشر في حشد هذه الموارد. نعم. ذكرت أستاذ سعيد حرسي بأن هناك 60% فقط من الدول التي التزمت بعودها، ماذا عن 40% الباقيه من الدول؟ هل هناك من صعوبات معينه يعني لتحقيق ذلك؟ لا البتة، عاده الذي يحدث دائما انه طبعا وهذا طبعا على دوره ميزانيات الدول وميزانيات الدول المانحه تعتمد على هذه المساله، انه التعهدات يتم الايفاء بها تدريجيا وعلى مراحل. فنحن نتوقع انه هذا الرقم يزيد، وطبعا هذا الاجتماع الذي حدث اليوم في دولة الكويت سوف يلعب دور كبير في حشد الموارد للسنة 2017. وأود هنا أيضا أن أذكر بأن بعد مؤتمر المانحين الكبار الثالث الذي تم في الكويت في قبل عامين، وصلت نسبة حشد الموارد وإيفاء بالموارد والتعهدات التي قامت بها الدول بنسبة فوق 97%. وهذا أيضا نتيجة الاجتماع الدوري الذي يحدث في الكويت. فنحن متفائلون جدا إن شاء الله بأن المانحين سوف يفهم. لعل السؤال التالي أستاذ سعيد حرسي، يعني كيف تقيمون من خلال وجودكم الآن في دولة الكويت، كيف تقيمون دور دولة الكويت في المجال الإنساني بشكل عام، يعني خاصة يعني لو أخذنا بالاعتبار الوضع في سوريا وأيضا القضايا الأخرى الإنسانية؟ بالنسبة للوضع في سوريا، دور دولة الكويت كان دور محوري. الكويت استضافت وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو أمير الكويت ثلاث مؤتمرات للمانحين، وهذا لحشد الموارد، بالإضافة إلى أيضا استضافتها للتسع اجتماعات لكبار المانحين، وهذه اجتماعات دورية، بالإضافة إلى الدور الكبير اللي يلعبه الشعب الكويتي والمؤسسات الأهلية الكويتية في أيضا إغاثة الأخوة في سوريا سواء في داخل أو في دول الجوار. الكويت طبعا تاريخها تاريخ العطاء والسخاء قديم منذ الخمسينات والستينات وقبل ذلك حتى، وطبعا أيضا القيادة الكويتية متميزة، وطبعا صاحب السمو أمير دولة الكويت القائد الإنساني اللي تم طبعا التذكير بدوره الفعال من قبل الأمم المتحدة في سبتمبر 2014، ويلعب طبعا دور محوري مع حكومة الكويت وشعب دولة الكويت. كل الشكر والتقدير للأستاذ سعيد حرسي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدول مجلس التعاون الخليجي، شكرا لك. شكرا جزيلا. إذن نشرتنا مستمرة.